معايير كل هالامور تكون اليه وربح لي الوقت يعني. آليا يعني ما كاش يعني آليا الطموب باش يروحوا لا ديسيلاج يعني بعث تاع الناس راهم هنا. الناس تاع ولايه كيما هذه كل ولايه تاع البليده هذه معالجه تاع الباري. بالمناسبه سيدي الوزير اذا كان تسمح كاين مرسوم تنفيذي تم اعتماده في شهر سبتمبر من سنه 2020 للمحتوى تاعو وتقييس. نهاية السنة كانت يعني كثير من طرود في الانتظار، وصلنا 50,000 طرد بريدي كان في الانتظار. كان في الانتظار، كان أمور مستعجلة، كان مصالح الناس، أمانة تاع الناس، وجاونا كثير شكاوى من المواطنين. احنا نزلنا ميدانيا، كانت زيارة مفاجئة ميدانية وشفنا أمور، أعطينا تعليمات، كان أمور ما كناش راضيين بها اللي كان تعطل مصالح الناس. واليوم احنا جينا نشوفوا بعض يعني تقديم تعليمات وتوصيات، الحمد لله كان تحسن. اليوم ما كاش طرود في الانتظار، تم معالجتها وكان يعني تطور، وصلنا لنمو اكثر من 570%. التجاره الالكترونيه راهي يعني مجال نشجعه لانه مجال يخلق مناصب شغل، وباش نعطي يعني فرصه لكل شبابنا اللي راهم ناشطين في هذا المجال، سواء على منصات التواصل الاجتماعي سواء على منصات التجاره الالكترونيه. احنا نشجعوهم باش بتامين بعائثهم وباش يكون معالجة آلية وسريعة البائث تاعهم. اليوم الأحجام تجي من خارج الوطن، احنا ماذا بينا يكون العكس، تكون أحجام تروح منا من الوطن وتصدر خارج الوطن.